بتحدي على فلاش. الشكل اللي سيادتك شايفه ده يعني قطاع المياه الجوفيه او الموارد المائيه او المحافظه هيعمل فيه. خلينا بقى نتكلم بصراحه، يعني بس اقول لحضرتك حاجه، احنا انا يعني كان ملحوظ احنا قعدنا هناك حوالي 3 ايام او 4 ايام في 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 هذا الشكل. تمام، مفيش اي دعم او في اي اجراء تم من وزاره. ممكن اكون محتاج معده جديده للموضوع، ممكن تطلع على نقط الاتصال والتواصل ان حضرتك تستخلقها وتجيب بالظبط. بس هناك في بدل ما انا استخدم معده العكس خالص اللي تسبب لي في انا هقول لحضرتك حاجه، الست اشهر اللي فاتوا دول حصل فيهم كم قطع؟ 7 قطعات. كم تلوث؟